السلام عليكم، طابت أوقاتكم أعزائنا المشاهدين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الخاص. يعد اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي مظلة جامعة للمنظمات غير الحكومية، وقد تأسس عام 2005 مقره في مدينة إسطنبول، ويضم 375 عضوا يمثلون أكثر من 65 دولة في العالم الإسلامي. يعمل الاتحاد على ضمان استمرار عمليات التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات غير الحكومية في العالم الإسلامي، والمساهمة في إقامة سلام عادل ودائم في العالم الإسلامي وبيئات مستقرة في جميع أنحاء العالم إلى جانب ذلك، والمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالعالم الإسلامي بشكل شامل وجماعي، والاجتهاد في متابعة التطورات ومناطق الأزمات وتحديد موقف مشترك فيما يتعلق بالأحداث الجارية والمتغيرات الواقعة، والقيام بأنشطة متعددة لعرض الثقافة والحضارة الإسلامية التي تميز هذه المنطقة، ولمنع جميع أنواع التمييز العنصري من ناحية أخرى، إضافة إلى دعم كافة المحاولات المحلية والإقليمية والدولية التي تستهدف ترسيخ سبل وآليات التعاون والتضامن في العالم الإسلامي، والقيام بمساعدة أولئك الذين هم في عسرة أو يواجهون صعوبات وأضرارا من جراء الحروب والصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية، وذلك بالتعاون بطبيعة الحال مع المعاهد والمؤسسات المحلية أو الدولية التي تقوم بالعمل الخيري. كان هذا تعريفا موجزا لهذا الاتحاد وأهم الأعمال التي يقوم بها. نتحدث في المزيد من خلال ضيفنا السيد أيوب أقبال، وهو أمين عام اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي. مرحبا بك معنا، خوش قلدينج. خوش بلدوك، مرحبا لار. حياكم الله. نبدأ أستاذ أيوب بالحديث عن هذا الاتحاد الذي أنشئ في عام 2005. يبدو أن كانت هناك حاجة كبيرة لتأسيس هذا النوع من الاتحادات الذي يجمع مجموعة كبيرة من منظمات العمل الأهلي في العالم العربي والإسلامي. حدثنا أكثر عن أهمية إنشاء هذا الاتحاد وأهدافه. أنجليكتبا İyi yayınlar diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Etemenna en yekun hada liqa liqa khayr inşallah. Tüm coğrafyalara sesimizi ulaştı, görüntümüzü ulaştı tüm coğrafyalarda. Hayırlara vesile olması dileğiyle. ونتمنى ان يكون هذا اللقاء ان شاء الله وسيله للخير لكل من يصله صوتنا ولكل من تصله رسالتنا. Kuruluşumuz yeni değişen dünyada yeni bir vizyon toplantısı düzenlenmiş İstanbul'da. في المؤتمر الذي حصل في عام 2005 في اسطنبول الذي كان يسمى البحث عن رؤية جديدة في عالم المتغيرات، تأسس اتحادنا، وكان الهدف هو أن يكون العالم الإسلامي له صوت مسموع على مستوى العالم، وهذا الصوت المسموع يكون عبر تجمع المسلمين تحت منصة واحدة، وهذا مما ساعد عليه وجود حكومة تنتمي للمحافظين، وبفضل استطاعة السيد الرئيس رجب طيب أردوغان أن يشكل الحكومة ويكون هو الحزب الحاكم في تركيا، بدأ التفكير بكيف يمكننا زيادة التعاون مع جذورنا الإسلامية والجغرافيا الإسلامية من الناحية السياسية والاقتصادية ومن كافة النواحي، وكيف يمكننا أن نؤسس علاقة جديدة. وإلى الآن استطعنا أن نوجد في هذا الاتحاد حوالي 55 مؤسسة عضو في الاتحاد، حوالي 400 مؤسسة من 55 دولة. في الزمن الماضي كان يوجد إمبراطوريات تحكم العالم، وكانت هذه الإمبراطوريات تتسع لجغرافيا واسعة، لكن بعد الحروب العالمية الأولى والثانية وتعرض العالم الإسلامي لسيطرة بعض الدول، وتم تقسيم العالم الإسلامي وتمزيقه، وصارت دول العالم الإسلامي غير قادرة على إنشاء علاقات سليمة مع بعضها البعض. ولهذه الأسباب
كان الإسلام وما زال هو الطريقة الوحيدة للخروج من هذه المأزق، وتوحدنا حول رسالة الإسلام. وبالطبع يتوجب علينا من الناحية الجغرافية ومن ناحية تاريخية ومن ناحية ثقافية ومن ناحية دينية أيضا، يتوجب علينا أن نشعر بأننا جزء من أمة واحدة. وإن كنا عندنا بعض الاختلافات عن بعضنا البعض، إلا أننا كلنا نرغب بأن نظهر أو أن نبدي أن العالم الإسلامي ومكوناته متقاربة جدا من بعضها البعض. طبعا تأسس الاتحاد في الشهر الخامس، ونحن الآن في الشهر الخامس، والاتحاد الآن يدخل عامه 18. وخلال عملنا في الاتحاد تمكنا من النجاح بكثير من الأمور. هذه مؤسسة تعتبر مظلة للمؤسسات العضوة، واتحادنا يضم العديد من الجمعيات والمنظمات الأهلية، ويهدف لزيادة التعاون بين المؤسسات المنضوية تحت سقفه والمنتمية إلى جغرافيات وإلى مناطق مختلفة عن بعضها البعض. نعم، الآن نجد أن في العالم الإسلامي يوجد استيلاء كامل وسيطرة كاملة للعالم الغربي، كمثال ما يحصل في أفغانستان والعراق، والتدخل الغربي في الدول الإسلامية مثل أفغانستان والعراق واليمن وكثير من الدول الأخرى. وهذه التدخل الغربي هذا يكون سبب للهدم في هذه البلاد أكثر، ومما يؤدي إلى أن تكون الحركات السنية هي خارج اللعبة السياسية وخارج الحكم في كل هذه الدول، وتأسيس أنظمة تخدم التوجه الغربي. وهذا ما لاحظنا أن العالم الغربي يحرص عليه بشكل كبير في فترة الربيع العربي، ووجدنا أن الربيع العربي انتهى لنتائج كارثية من التمزق، وهذا بسبب الرؤية الغربية لهذا الأمر. يوجد عندنا مشاكل كثيرة كمسلمين تتعلق بالعائلة وبالشباب والنشأ الجديد وبالأطفال، ويوجد لدينا الكثير من المشاكل نحن كمجتمع مسلم أو مجتمعات مسلمة. وتركيا هي تعاني بشكل كبير من هذه المشاكل، لذلك أسسنا منصة جامعة لكل المؤسسات التي تعمل على معالجة المشاكل التي يعاني منها العالم الإسلامي. نعم، وقمنا بإنشاء هذه المنصة لكي نتمكن من إيصال المساعدة لكل مكان في الجغرافيا الإسلامية هي بحاجة للمساعدة وللتدخل، ولتوثيق التعاون والتعاضد ما بين المؤسسات الفاعلة في كثير من المجالات الإنسانية وغيرها. الأمانة العامة حاليا في تركيا، وأنا من السنة الماضية من 2022 من شهر حزيران أنا أقوم بوظيفتي، ووجه السلام للسيد نجمي صادق أوغلو الذي هو كان الرئيس المؤسس أو الأمين العام المؤسس، وهو الآن هو رئيس فخري للاتحاد، وأيضا الأستاذ علي كورت الرئيس السابق وله فضل كبير على الاتحاد، أيضا أوجه تحياتي له. يوجد لنا نحن بوصفنا في الأمانة العامة، يوجد لنا مساعدين ونواب من مختلف دول العالم الإسلامي. مثلا أنا كان عندي نائب من دولة الكويت وغيرها من دول العالم الإسلامي. نعم، يوجد أيضا أعمال قمنا بها بالتعاون مع وزارة الأسرة أو وزارة العائلة التركية بهدف لفت النظر والعمل في سبيل المحافظة على العائلة الإسلامية
نحن الآن نجد أن الشذوذ الجنسي هو أمر يتم بثه في الإعلام والترويج له. لديكم عناية خاصة بالأسرة من خلال معهد الأسرة الدولي التابع للاتحاد. ما سر الاهتمام بالأسرة المسلمة الذي يعنى بها الاتحاد بهذا الشكل؟ Evet, şimdi biz burada aile enstitüsünde beklentimiz في معهد الأسرة نريد أن نرسخ صورة العائلة الإسلامية. نرى الآن أن في العالم الغربي العائلة هي في تمزق ويدعون دائما دعوات لعدم الذرية وأن ينقطع النسل، وهذا التهديد وهذه الأفكار الهدامة الآن تنتشر في العالم الإسلامي، والغرب دائما يدعم انتشار هذه الأفكار في العالم الإسلامي ويجعلها حديث الساعة بشكل دائم. نحن نرغب في أن يكون الأجيال التي نشأت في العالم الإسلامي محمية من هذه الأفكار الهدامة. وبما يتعلق بهذا نحن نعمل إن كان سواء كان في بلدنا أو في الدول الأخرى بهدف حماية الأسرة سواء على صعيد رسمي أو شعبي. وبالنسبة للمنظمات الأهلية، المنظمات العالم الإسلامي الهدف من وجودها هو تقديم الدعم للحكومات. لذلك الآن نجد أن في العالم الإسلامي، في كثير من دول العالم الإسلامي يوجد قوانين تتعارض مع القيم الإسلامية. لذلك نحن نرغب في التواصل مع الحكومات لإبداء هذه الحساسية الدينية أو الإسلامية عندنا. نعم، لذلك في الإسلام نجد أنه يوجد الإسلام يولي عناية خاصة بالأيتام وببنية الأسرة. نعم، ونحن نعمل الآن حول هذه النشاطات بشكل جاد. في لقاء سابق حصل لي قلت بأن يوجد خطر داهم الآن يداهمنا في العالم الإسلامي، أن الشباب الآن في حالة انهيار وفي حالة تراجع، ونجد أن الشباب يتخلون عن المجتمع الإسلامي ويتوجهون بأفكارهم وضمائرهم وعقولهم وقلوبهم إلى الغرب. وهذه المشكلة نلمسها بشكل خاص في تركيا بشكل كبير، وبشكل خاص أكثر في الأسر المحافظة والمتدينة. نجد الشباب يعني وكأنهم يقبعون تحت احتلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويقعون تحت تأثيرها بشكل مباشر، مثل هذه الوسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك واليوتيوب. وهذه الوسائل للأسف تهدف لتوحيد فكرة البشر أو لخلق نموذج موحد للبشر هو يرضي الفكرة الغربية عن البشر، وهذا يؤدي إلى ضرر بالغ في بنية الأسرة الإسلامية التي نرغب في تثبيتها وترسيخها. مثلا دعوني أطرح مثال عن تركيا. في تركيا سابقا كان متوسط عدد أفراد الأسرة هو 4، الآن نجد أن متوسط عدد أفراد الأسرة في تركيا هو 2 فقط. لذلك رئيس الجمهورية دائما يقول على الأقل يجب أن يكون 3 أولاد لكل أسرة، رغبة في تجاوز هذه المشكلة. نعم، الآن نجد أن الأولاد الذين يبلغ أعمارهم حوالي 18 نجدهم في اعتراض كبير وفي هوة واسعة وبون واسع عن الأسرة وبنية الأسرة. لذلك يجب علينا تثبيت هذه العلاقة وجعلها علاقة صحية وسليمة.
يجب علينا أن نتصرف بحسب الإسلامية. هذا يعني ما تفضلت به من حديث مفصل، يعني بأن ما المسؤوليات التي تقع على كاهل هذا الاتحاد الذي يجمع قرابة 400 منظمة أهلية في العالم الإسلامي، المسؤوليات التي تقع على كاهله مسؤوليات كبيرة جدا فيما يتعلق بالأسرة، فيما يتعلق بالشباب، فيما يتعلق بالمرأة، وفيما يتعلق أيضا بالأماكن التي تعاني من الحروب والأزمات والكوارث وما إلى ذلك. نريد أن نتحدث بشيء من التفصيل حول أهم برامج الاتحاد التي يقوم بها للعمل في هذه المجالات كلها. بتنبو Şimdi dediğim gibi bizim birincisi birincisi aile enstitüsü dediğimiz aslında bir aile yapının oluşturulması. في الدرجة الأولى كان المعهد الأسرة، وفي الدرجة الثانية كان تأسيس الأذرع الشبابية للاتحاد، لأنه كما تعلمون العالم الإسلامي هو عالم شاب والشباب هم الأغلبية في هذا العالم الإسلامي، لذلك نحن نولي أهمية كبيرة، ولذلك يوجد أنشأنا منصة للشباب متخصصة بالشباب. نعم. Burada uluslararası gençlik buluşmaları adı altında. والآن نحن خلال من خلال الأذرع الشبابية لاتحادنا ورئيس هذه الأذرع الشبابية السيد فرقان صديقنا نحن نعمل ملتقيات شبابية لكافة الدول الإسلامية. وبفضل هذه الملتقيات نستطيع أن نسمع من شبابنا أفكارهم. وندعمهم ونسمع منهم اقتراحاتهم حول الحلول للمشاكل التي يعاني منها العالم الإسلامي، ونعد التقارير حول هذا الموضوع، ونقدم التقارير هذه للجهات المعنية. وأيضا يوجد عندنا منصة الإغاثة الإنسانية التي تنشط، وهي تحوي المؤسسات التي تنشط في مختلف العالم دول العالم الإسلامي التي تعاني من المشاكل الإنسانية والتي هي بحاجة للمساعدات الإغاثية، وتعنى بإيجاد إمكان للمساعدات المستمرة الغير منقطعة والتي تتبنى دعم المجتمعات التي المعوزة التي بحاجة للمساعدات. وجزء من فعاليات هذه المنصة وجدناها تجلت في الاتحاد الزلزال الذي حصل في السادس من شباط في هذه السنة. الآن نجد أن حديث الساعة في تركيا متعلق في الانتخابات وتم نسيان موضوع الزلزال، لذلك نحن دائما نقول لمؤسساتنا ولمؤسسات الأعضاء عندنا أنه يجب أن نقوم بأعمال تتسم بالاستمرارية، لا يجب أن نهمل أبدا موضوع المساعدات الإنسانية. سيد أيوب، هل ثم التنسيق بين هذه المنظمات الموجودة في العالم الإسلامي؟ هل التنسيق كافي وفي مستوى عالي بحيث يستفاد من البرامج التي تقوم بها مع اختلاف كل مجتمع عن الآخر؟ يعني المنظمات من أكثر من 60 دولة في العالم، بلا شك أن المجتمعات تختلف من دولة إلى دولة، وبالتالي هل هناك تنسيق بينها؟ Şimdi Türkiye'de özellikle afet بشكل خاص هيئة الكوارث، هيئة إدارة الكوارث آفات في تركيا. أطرح هذا كمثال، عندما حصل زلزال في باكستان وعندما وصلنا الخبر عن زلزال باكستان قمنا بعمل اجتماع بشكل عاجل وتوجهنا إلى المنطقة التي حصل فيها الزلزال. أعطيكم مثال أيضا، عندما ذهبنا إلى منطقة الزلزال كانت هناك وقف الإغاثة الإنسانية إيهاها، وكان يوجد أيضا دانيس فنري كمؤسسات عضوة في الاتحاد كانت فاعلة في هذه المنطقة، وهذه المؤسسات هي مؤسسات واسعة النطاق وقوية وتتمتع بإمكانات شبيهة بإمكانات الدولة أيضا، وهي لها تاريخها ولها قوتها وانتشارها.
هذه المؤسسات تعاونت مع المؤسسات الفاعلة في المنطقة التي حصل فيها الزلزال، وهذا ساعد على تقييم الوقت بشكل سليم وتوزيع المساعدات بغير إسراف وبشكل صحيح ومناسب لاحتياجات الناس هناك. لأننا الآن مثلا أنا كمؤسسة خيرية أستطيع أن أغرق منطقة ما بالمساعدات وأهمل المناطق الأخرى، وهذا ما تفعله الكثير من المؤسسات، والبعض بعض المؤسسات فقط ترسل النقود وتكتفي بهذا، ويكون كثير من هذه المساعدات هي غير ذات معنى وغير ذات جدوى. لذلك نحن نولي أهمية لموضوع التنسيق بين، مثلا نحن نتعاون في باكستان مع وقف الخدمة، ومثلا نرسل من تركيا وقف الإغاثة الإنسانية إيهاها ليتعاون مع وقف الخدمة في باكستان، ويعملون هيئة مشتركة بين الوقفين التركي والباكستاني، ويتعارفون ويتعاونون على موضوع تقديم الخدمات سواء باسم هذه المؤسسة أو تلك، ولكن بطريقة صحيحة وسليمة. وكذلك أيضا جاءت مؤسسات تابعة للاتحاد أو هي منضوية تحت سقف الاتحاد إلى من ماليزيا، وجاءت إلى باكستان أو جاءت إلى تركيا في فترة هذا الزلزال الأخير، وأقامت مشافي ميدانية وكثير من الخيام لمتضرري الزلزال. لذلك كل هذه الفعاليات تم تنسيق وتم تحضيرها عندنا كاتحاد بشكل مسبق، وهذه المؤسسات كلها هي عضوة في الاتحاد، ونحن نؤمن التواصل بين هذه المؤسسات بشكل صحيح وسليم، وكل هذا يحصل في سبيل أن نقدم الخدمات بشكل أكبر وبأقل تكاليف ممكنة. جميل. الآن لا شك أن هذه المنظمات تعاني من مجموعة تحديات وعوائق تقف في طريقها، يعني الأمور ليست يعني سهلة بالنسبة لهذه المنظمات، تحديات مالية، تحديات في التنقل، تحديات داخلية وخارجية. كيف تحاولون مساعدة هذه المنظمات الأهلية التغلب على التحديات والعوائق التي تواجهها؟ Şimdi burada tabii çok büyük bir nokta var. يوجد نقطة مهمة جدا أريد أن أعرج عليها. هذه المساعدات التي تحصل يجب أن تكون مراعية للاتفاقيات والعلاقات الدولية. الدول العالم الإسلامي هي كلها تحت تهديد، ودائما ما نجد أن المشاكل هذه تكون بسبب أن المؤسسات عندها توجس حول ارتباط نشاط المؤسسات أو المنظمات الخيرية مع المنظمات الإرهابية مثلا. لذلك في سوريا مثلا الكثير من المساعدات معلقة أو هي متضررة بسبب هذه المشكلة. لذلك يجب على المؤسسات الخيرية دائما أن تراعي الاتفاقيات الدولية وأن تتعرف على من تتعاون معه. مثلا يوجد في العالم الآن مصائب كبيرة متعلقة بتجارة الأعضاء وبالكثير من المشاكل التي ترعاها كثير من المؤسسات الإرهابية أو المنظمات الإرهابية. لذلك نحن نراعي أن تكون دائما المساعدات في حالة تنسيق، أو المساعدات تكون من خلال تواصل مع الحكومة أو الدول أو المؤسسات الرسمية. لذلك يجب أن تكون كل المؤسسات المساعدات التي تدخل لأي بلد من البلدان هي نظامية وتدخل عبر المعابر النظامية وبشكل سليم ونظامي، حتى نجنب هذه المؤسسات المشاكل، وحتى لا ندع فرصة لمن يحاولون استغلال هذه الفرصة لإيذاء هذه البلدان أو غيرها.
لذلك المؤسسة المشكلة الكبيرة التي تواجهها المؤسسات الخيرية متعلقة بهذا الموضوع. لذلك التنسيق مهم جدا مع المؤسسات والمؤسسات الأخرى والمؤسسات الحكومية والجهات الحكومية، ودائما مراقبة المساعدات ومراقبة محتواها حتى لا تكون بأيدي غير أمينة. ويتصلون بنا كثيرا، مثلا يقولون أن يوجد مثلا مساعدات قادمة من تركيا ويجب أن تدخل إلى مثلا باكستان، فيتواصلون معنا ونحن نؤمن التواصل بينهم وبين الحكومات والجهات الرسمية. للحديث بقية سيد أيوب أقبال، أمين عام اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي، بعد فاصل قصير إن شاء الله. نحييكم من جديد أعزائنا المشاهدين في هذا اللقاء الخاص مع السيد أيوب أقبال أمين عام اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي. مرحبا بك معنا سيد أيوب. مرحبا. موضوع الهجرة ومشكلاتها وطرق معالجتها من الموضوعات المهمة والخطيرة التي تواجه العالم الإسلامي، ولعل لكم في اتحاد المنظمات الأهلية دور ما في نقاش ومعالجة هذه القضية المهمة. Dünyada şu an itibariyle 100 milyona yakın bir göç. يوجد الآن تقريبا حوالي 100 مليون إنسان في حالة هجرة، مبعدون، يوجد 100 مليون إنسان مبعدون عن أوطانهم وعن بلادهم، وهذا الرقم من المرشح أن يرتفع إلى 200 مليون، وهذا يسبب كثير من المشاكل للعالم ككل. والآن في تركيا كما تعلمون يوجد الكثير من اللاجئين من سوريا والعراق وكثير من الدول الأخرى من أفغانستان والدول الأخرى، وهذا اللجوء بدأ من منذ احتلال أفغانستان. الآن نستطيع أن نتكلم عن الهجرة التي حصلت من سوريا في الفترة الأخيرة كنتيجة للحرب في سوريا. لم تحصل هذه الموجة فقط لتركيا، وإنما حصلت بشكل مشابه للبنان والأردن وإضافة لتركيا الاتحاد الأوروبي. هؤلاء المواطنون أو هؤلاء المهاجرون يضطرون إلى الدخول إلى مجتمع جديد، وهذا ليس من السهل أن يدخلون إلى مجتمع جديد مختلف عنهم لغة وعن وجغرافيا بعيدة عنهم ومختلفة ولغة جديدة ومجتمع بثقافته مختلف عنهم. نحن نتمنى ونرجو أن لا تكون هذه المشاكل موجودة في العالم الإسلامي، ولكن هذه الخسارات وهذه المصائب دائما موجودة في العالم الإسلامي. Yeni bir giden ülke içinde gelenler içinde farklı bir mevzuat gerektiriyor. وهذه الهجرة تحتم على الدول التي ترسل المهاجرين أو تستقبل المهاجرين، تحتم عليها أمور كثيرة. STK'lar yani sivil toplum kuruluşları göç eden يمنلي سوريلي. ونحن على تواصل مع مؤسسات مهاجرة هي أيضا، وهي مقرها إسطنبول أو تركيا وتعمل هنا، وهي أصلا مؤسسات هاجرت من بلادها من سوريا ومن لبنان ومن اليمن ومن العراق. طبعا أكبر هذه المشاكل كانت متعلقة ب المهاجرين الذين قدموا إلينا من مصر، وهذه المشاكل التي كانت لها بعد سياسي، وكان المتضررون من العلاقات السياسية المتوترة المتضررون الأكبر هم هذه الفئة من المهاجرين. أو نعم orada kalmış bir kısmı burada مثلا يعني كانت تبقى جزء من العائلة في بلاد أخرى وقسم من العائلة ينتقل إلى هنا، ويعانون دائما من مشاكل متعلقة بأمنهم. على سبيل المثال
على سبيل المثال نجد أن بشار الأسد ونظامه يعتبرون كل من هاجر إلى تركيا يعتبره مجرم، والنظام في مصر أيضا كان يعتبر كل من هاجر إلى تركيا هو منتمي إلى تنظيم الإخوان والذي يعتبره إرهابي. وعندما بدأت العلاقات تتوطد بين تركيا ومصر بدأت هذه المشكلة تنتقل إلى مرحلة أخرى مختلفة. هذه مشكلة الهجرة هي مشكلة عالمية متعلقة بالعالم ككل، هذه ليست فقط مشكلة تعاش في تركيا وإنما أيضا شبيه فيها أو أكثر منها في الاتحاد الأوروبي وفي دول الاتحاد الأوروبي. وهؤلاء المهاجرين للأسف هم يعيشون في تحت ظروف قاهرة وصعبة جدا. السيد رئيس الجمهورية عندنا ينظر إلى هذه الحدث الهجرة على أنه بشكل مرتبط بالنموذج الأساسي أو بنموذج الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، ولذلك كان يستخدم مفاهيم المهاجرين والأنصار. والآن يوجد مشكلة أخرى يعانيها المهاجرين في تركيا متعلقة بالافتراءات الموجهة لهم من بعض الجهات السياسية المعارضة التي تحاول التجيش والإساءة للمهاجرين لتحقيق مكتسبات سياسية وخلق مشكلات. ويحاولون خلق حالة من عداء المهاجرين، وهذه الظاهرة موجودة في فرنسا وفي ألمانيا وفي الكثير من الدول التي يوجد بها مجموعات فاشستية. طبعا نحن الآن في هذه الظروف نجد أنه يتوجب علينا أن نعرف أو أن ندرك مدى إضافة هؤلاء المهاجرين لغنى مجتمعنا من الناحية الثقافية. فمثلا في شهر رمضان وجدنا جمالية الروح الإسلامية التي توفرها هذه الهجرة التي حصلت إلى تركيا، وهذا يسعدنا بشكل كبير وجود روح جامعة للمسلمين. لذلك نقول أنه يجب دائما علينا أن نكون في تعاون وتعاضد كمجتمعات إسلامية. جزيلاً على هذا الكلام الطيب سيد أيوب أقبال على ما تفضلت به، وفي الحقيقة أنت سبقتني للحديث عن الشأن الداخلي. في الوقت المتبقي نحاول أن نفهم كيف تبدو خارطة المشهد الآن في تركيا، ولعلكم تعرفون سيد أيوب أن تركيا والانتخابات فيها الآن هي ليست مهمة فقط للمواطنين الأتراك يعني للشعب التركي فقط، إنما أيضا هي مهمة لكل المقيمين من الأجانب، ومهمة للعالم العربي والإسلامي، ومهمة للعالم كله. ويعني لعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن الجميع في العالم ينتظر نتائج هذه الانتخابات. كيف تصفون هذه الخارطة الانتخابية والسياسية في البلد الآن؟ Şimdi Türkiye tarihinde bir dönüm noktasını yaşıyor. هذه مرحلة مفصلية في تاريخ تركيا. تركيا bu kadar لم تكن تركيا في مرحلة من المراحل أبدا. Öne çıktı uluslararası arenada. لم تكن أبدا تركيا في أي مرحلة من المراحل بهذه الأهمية، ولم تكن الانتخابات الداخلية في تركيا بهذه القدر من الأهمية بالنسبة للعالم. وهذا الاهتمام سببه أن هناك تغيير جذري حصل في تركيا، وأن الحركة السنية في تركيا إن صحت العبارة هي تصدرت الواجهة الآن. وهذه الحركة تمثل ميراث الدولة العثمانية، والغربيين دائما يحاولون أن يبقى العالم الإسلامي تابعا لهم وليس متمتعاً بكلمة قوية.
ويريدون دائما الغربيين التركيز على قطع العلاقة والصلة بين المسلمين بشكل عام والدول الإسلامية وتركيا. بعد أن تحولت تركيا إلى النظام الرئاسي حصلت هناك تحالفات، ظهرت تحالفات في تركيا وظهر قائدان في تركيا أو جهتين. الآن يوجد قائدين كبيرين للتوجهين المختلفين في تركيا. والآن كثيرا ما يكون الحديث حول هذه الانتخابات، ماذا ستأتي من نتائج والغرب كيف يقيم هذه النتائج التي ستحصل؟ الآن نجد أن الغرب يركز بشكل كبير على ويولي أهمية كبيرة لإفشال نجاح الرئيس الحالي، وفي هذا السبيل يتصرفون تصرفات يعني هي مستغربة، ويتدخلون عبر بعض سفاراتهم. وهذا يذكرنا بقول الإمام الشافعي رضي الله عنه الذي يقول أنه انظروا إلى من تتوجه أسهم الأعداء واعرفوا أنه هذا هو الذي على الحق. الآن نجد أن رئيس الجمهورية الرئيس رجب طيب أردوغان هو رجل محافظ ومهتم بشكل كبير في بالعالم الإسلامي، ويرى الآن في العالم الإسلامي على أنه أمل منتظر. والآن بإمكاننا أن نذهب إلى أي بقعة في العالم الإسلامي، كنا مثلا سابقا في سلطنة عمان وكنا في الأردن وفي كثير من مناطق العالم الإسلامي، وعندما مثلا ينظرون إلى جوازاتنا التركية أول كلمة تخرج منهم هي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي. bildiğiniz gibi her yıl öyle نجد انه في افريقيا مثلا في كل سنه في افريقيا مثلا في كل سنه فرنسا تحقق مداخل من ثروات افريقيا حوالي 500 مليار دولار او يعني تشاليور هجم دينا يعني هذا يسبب أن فرنسا لا يوجد من يحبها في أفريقيا. نعم، لذلك نجد أن الغرب يفضل أن تسقط تركيا التي هي العقبة بين استيلائها بشكل أوسع على العالم الإسلامي. İslam dünyasında birçok yerde bu tip sivil toplum kuruluşlarının kurulmasına izin verilmiyor. الآن نجد أنه مثلا في كثير من دول العالم الإسلامي لا يمكن أيضا ولا يتيحون إنشاء حتى منظمات أهلية أو مؤسسات أهلية، ويرون ينظرون إليها على أنها خطر، ويفضلون فقط إيجاد كيانات تابعة للحكومات وللجهات الحاكمة الموجودة في تلك الدول. والآن نجد أن هذا الأمر هو غير ممكن، لأن العالم تحول إلى عالم إلى قرية إلى قرية بفضل الإنترنت والتواصل. عندما تفتح الهاتف الآن مثلا الآن تستطيع من الهاتف أن تقرأ القرآن الكريم، والهاتف نفسه يمكنك من القراءة حول مثلا الإلحاد. الآن الذكاء الاصطناعي بدأ التوسع بدنيانا وفي عالمنا الحالي، وواضح جدا أن الإنسانية تتجه لاتجاهات مختلفة جدا عن ما قبل فترة بسيطة حتى من سنتين. مثلا يوجد أزمة كورونا أو مشكلة الصحية هذه التي داهمت العالم وأغلقت كل الدنيا في فترة وجيزة. هذا الفيروس الذي ظهر في الصين
حصد أرواح من مختلف دول العالم. لذلك قامت الحكومات بإغلاقات وفرضت إغلاقات في كثير من الدول. مثلا رئيس البرازيل مثلا توفي في هذا المرض، ومن يعترض على وجود هذا المرض مثلا ترامب الرئيس الأمريكي مثلا تم استبعاده من الانتخابات فيما بعد أو فشل في الانتخابات، والرئيس البرازيلي تم يعني موته أو قتل يمكن بسبب اعتراضه على فكرة البلاء أو الوباء العالمي هذا. نحن الآن نتطلع إلى أن تقوم المؤسسات المنضوية تحت سقف الاتحاد بدور أكبر. في تاريخنا الإسلامي كان هناك الكثير من الفعاليات للمنظمات الأهلية التي يمكن أن نسميها منظمات أهلية في التاريخ. فمثلا كان هناك إمكانيات واسعة لهذه المنظمات في إغاثة الملهوف وفي كثير وفي تبني الضيوف وفي تبني المسافرين. كان هناك الكثير من الفعاليات التي نجد أن منظمات الأهلية الآن تقوم بهذه الدور. الآن نجد أن المنظمات الأهلية تقوم بفعاليات بقوة دولة أو بقوة دول، وهذا يدعم خدمات الخدمات التي تقدم للمواطنين. مثلا بعض المؤسسات الخيرية تقدم الدعم للقطاع الصحي، بعضها للقطاع الإغاثي، بعضها للقطاع الغذائي، بعضها للقطاع الدوائي، وهذا يعني يوجب على الدول أن تنظر إلى المؤسسات الأهلية على أنها داعمة لها وليس على أنها تهديد. سيد أيوب، الحديث عن الانتخابات في تركيا يحيلنا للحديث عنها كبلد يعني تعاني من العديد من التحديات والصعوبات. أنتم من رجال الأعمال في هذا البلد، نتمنى لكم التوفيق بطبيعة الحال. هناك الأزمة أو المشكلة الاقتصادية التي تمر بها البلد منذ فترة ليست بالقصيرة. ما حقيقة هذه الأزمة وكيف يمكن أن تؤثر على مجريات الانتخابات الحالية وعلى ما بعد الانتخابات بغض النظر من يكون الفائز؟ Evet, şimdi ekonomik kriz ve de ekonomik daralma gerçekten iktidarlar için التضييقات الاقتصادية أو هذه المشاكل الاقتصادية هي معضلة كبيرة، وخاصة بالنسبة لحكومة مقبلة على انتخابات. لكن هذه الأزمة التي بدأت في أو أزمة كورونا التي بدأت في 2019 والتضخم العالمي الذي حصل في السنة الماضية في شهر شباط، بدأ أيضا الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا أثر هذا في الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وكانت تركيا دائما في قلب هذه الأزمات. نعم، هذه الدولتين التي نحن على تعاون اقتصادي وثيق بينها، روسيا وأوكرانيا، نجد أن اقتصادها تضررت بشكل كبير جدا من الحرب الحاصلة، وأيضا قدوم حوالي 5 مليون إنسان من المهاجرين السوريين إلى تركيا أيضا كان له ثمن اقتصادي من الناحية الاقتصادية. والأعمال الإغاثية التي قامت بها تركيا أيضا سببت بعض المشاكل. الآن نتمنى ندعو بالرحمة للذين فقدوا أرواحهم بالزلزال الذي حصل أيضا وبشفاء الجرحى. هذا الزلزال تسبب أيضا بخسائر تقدر بمئة مليار دولار. Özellikle son dönem insani
والآن تركيا تحاول أن تعوض كثير من الصعوبات الاقتصادية بإيجاد فرص في مجال الصناعات الدفاعية، وتعول على هذا المجال على أنه مجال يمكنه أن يستنقذ الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد. ونجد هذا الأمر ليس مرحبا به عند كثير من الدول الخارجية، إلا أن تركيا الآن مدركة أن الخطر هو بسبب صلة أو العلاقة الوثيقة أو الارتباط بين تركيا والخارج في الناحية الاقتصادية. لذلك الآن تركيا تسعى إلى الاستقلال الاقتصادي عن الخارج. والآن سعي السيد الرئيس لخفض نسبة الفائدة، ومما يعني خفض نسبة الاعتماد على الخارج من الناحية الاقتصادية، وهذه الفعاليات التي أو الخطوات التي يخطوها، والتي من الواضح أنه لا ينتظر منها تحسن سريع وآني، وإنما هي على المدى البعيد. إلا أننا إلى حد الآن في حالة هي أفضل بكثير من دول أخرى تعرضت لصعوبات شبيهة. والآن نجد أن الدعم الشعبي الذي رأيناه في المهرجان الانتخابي الذي قام به الرئيس في المطار أو حديقة مطار أتاتورك الوطنية يخبرنا هذا الحشد بأنه يوجد ثقة كبيرة بأن الحكومة الحالية التي رأسها الرئيس أردوغان هي القادرة على استنقاذ المشاكل الاقتصادية والتخلص من المشاكل الاقتصادية. وأبرز ثقة كبيرة بالرئيس. لذلك الآن نجد أن الحكومة لا تخشى أبدا من التوجه للصناديق لكي يقول الشعب كلمته. نحن بواسطة قناتكم الكريمة نريد أن نبلغ الجماهير بأننا ندعم استقرار هذا البلد، بأننا نؤيد أن تكون هذه البلاد مستقرة وفي رفاه وبظروف جيدة وحسنة إن شاء الله. في الحقيقة أنت تعرف أن يعني تركيا هي من البلدان الإسلامية الرائدة في العالم الإسلامي، وفي العقود الأخيرة أو السنوات الأخيرة كان لها دور مهم وبارز في دعم مختلف دول العالم الإسلامي. وأينما وجدت مشكلة تعاني منها يعاني منها شعب من الشعوب المسلمة تجد أيادي بيضاء لتركيا، سواء من خلال منظمات العمل الإنساني أو منظمات الأهلية أو من خلال الحكومة التركية. وأصبح الأمر في تركيا يعني الجميع، يعني جميع العالم الإسلامي، وينتظر الجميع هذه النتائج. وهناك تحديات كبيرة في الحقيقة. هل تتوقع بالفعل أن تستمر تركيا في تقديم مزيد من المساعدة ومزيد من الخدمات المتعلقة بهذا الشأن فيما يتعلق بالمنظمات الإنسانية والأهلية؟ daha çok artacağını düşünüyorum. Şu an هذا التوجه للعالم الإسلامي من تركيا سيزداد. والآن في تركيا التفكير يكون الآن حول طريقة توثيق العلاقة أكثر وأكثر في هذه الدول بعد أن نتجاوز المشاكل. المرحلة الماضية كانت أبرزت العديد من المشاكل الموجودة التي تعرقل التعاون بين المجتمعات الإسلامية. لا نجد أن الدول الخليجية التي هي الأغنى في العالم الإسلامي
تعمل على تعاون بينها وبين تركيا. والآن نجد أن الجميع أدرك بأن تركيا حسنت النية تجاههم وأن تركيا تتمنى الخير لجميع الدول والحكومات أيضا، وهذا أمر مهم جدا. تركيا دائما تولت دور المصلح والوسيط، والآن أدرك الجميع مدى قوة تركيا ومدى حسن نيتها. مثلا تركيا التي حلت مشكلة القمح الأوكراني هي قادرة على حل كثير من المشاكل. الآن القوة التي نراها هي القوة العالمية الثانية التي هي روسيا، تعترف الآن بمدى أهمية تركيا وأهمية الدور التركي، ونجد اعترافات على لسان قادتها بأن الكثير من المعضلات العالمية لا يمكنها أن تحل أبداً إذا تم صرف النظر عن تركيا أو إلا بالتعاون مع تركيا. إذا مثلاً نحن نظرنا في ناحية المساعدات الإنسانية في العالم، بسبب أن الإمكانيات الاقتصادية المتاحة للمواطن التركي ولتركيا كدولة، نجد أن تركيا هي الدولة الأولى في المساعدات العالمية. وإن كانت أمريكا هي رسميا هي الدولة الأولى، لكن هذا أمر متعلق في الإمكانيات الاقتصادية للجميع. نحن الآن نشكر الله عز وجل أنه منحنا إمكانية مد يد العون للمحتاجين، ومنحنا شرف أن نكون نحمل لقب الأنصار، وهذا شرف كبير لنا. نتمنى لكم التوفيق دوما أستاذ أيوب أقبال، سعدنا بحضورك معنا في الاستوديو في لقاء خاص بقناة الرافدين، وإن شاء الله نلتقي في ظروف أخرى أيضا، ويعني نجاحات أخرى لكم في الاتحاد بعون الله. أمين عام اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذا اللقاء الخاص. وشكرا لكم أعزائنا المشاهدين على طيب المتابعة في لقاء خاص مع السيد أمين أقبال أيوب أقبال، شكرا لكم مرة أخرى وإلى اللقاء.